مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من برنامجكم ليوم الثلاث 8 ديسمبر 2020. طبعا ما زلنا نتابع اصداء زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي زياره شديده الاهميه، وهي زياره رسميه، وهي زياره دوله لفرنسا، ومزيد من الشخصيات الهامة اللي بيلتقي بها السيد الرئيس. النهاردة التقى برئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ وعدد من الشخصيات الهامة، ونحتاج إلى تحليل لهذا اليوم الثالث من زيارة السيد الرئيس لفرنسا. عشان كده هيكون معانا فقرة في الاستوديو عبر سكايب لتحليل لقاءات السيد الرئيس اليوم والزيارة بشكل عام، وهتكون مع الأستاذ توفيق قويدر المحلل السياسي عبر سكايب من باريس شخصيا. هيكون كمان معانا رصد لأجواء الشعب الفرنسي، هل هو مهتم بهذه الزيارة؟ هل هو متفائل؟ هل هو شايف ان في حاجة جديدة ممكن تحصل في العلاقات المصرية الفرنسية ولا ايه؟ ده كله هيكون معانا في الفقرة. الفقرة الثانية هيكون معانا حوار حول الانتخابات، واليوم الثاني لجولة الإعادة المرحلة الثانية في بعض المحافظات لانتخابات مجلس النواب، وحنرصد مع حضراتكم بالتفصيل اللي حاصل في اللجان، وربما كمان يكون معانا استشراف لنوع من النتائج، لأن احنا معانا فقرة أخبار مطولة زي ما تعودنا، والفرز بدأ بالفعل من دقيقة من ساعة ما كلمنا حضراتكم مع بداية تتر البرنامج. دي فقراتنا اللي هتيجي بعد أخبارنا، اللي هتيجي بعد استعراض كام خبر من أخبارنا. أول خبر عايز أستعرضه مع حضراتكم النهاردة من باريس طبعا كالعادة، لأنه الزيارة مسيطرة على كل أجواء البرامج التلفزيونية في مصر، في باريس، في الدول العربية، ربما أيضا في وسائل إعلام أخرى غير فرنسا. كمان الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء فرنسا المشروعات التنموية الكبرى، هل تم إمضاء بعض من مذكرات التفاهم؟ هل تم توقيع بعض الاتفاقيات؟ الرئيس بيتحدث من أول يوم في هذه الزيارة عن الفرص التنموية والاستثمارية الكبيرة المتاحة خاصة في المشاريع القومية. ماذا تم في هذا الملف الاقتصادي؟ ده هنعرفه بالتفصيل في الأخبار. أيضا النهاردة السيد الرئيس وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة قوس النصر الشهيرة في باريس، ودي لمسة طيبة جدا، لأنه في الوقت اللي بيتكلم فيه الرئيس عن احترام المقدسات في كل الأديان واحترام حقوق الإنسان في هذا الأمر، أيضا يعطينا درسا عمليا باحترام الجنود والضباط الفرنسيين المستشهدين في حروب فرنسا المتعاقبة. هنعرف برضو تفاصيل هذا الخبر في فقرة الأخبار. الخبر اللي بعد كده عايز استعرضه مع حضراتكم، من القوات المسلحة تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد كبير من البؤر الإرهابية يقترب من 420 بؤرة، واستطاعت القضاء على أكثر من 40 تكفيري من سبتمبر وحتى اليوم، واستشهد عدد من الضباط، الحقيقة بالتحديد 2 من الضباط، 4 من ضباط الصف جندي. احنا طبعا بنحيي أرواحهم وبنعزي أسرهم ونفخر بيهم، وهنستعرض مع حضراتكم جهود القوات المسلحة في هذا الأمر بالتفصيل في فقرة الأخبار. آخر خبر هستعرضه مع حضراتكم هو لوزارة الخارجية المصرية، واللي صرحت النهاردة أن مصر بتقدر جهود أمير الكويت لتسوية الأزمة بين قطر والرباعي العربي. هل في جديد في هذه الأزمة؟ هل تحيات جهود التسوية من السعودية ومن الولايات المتحدة، كل الدول العربية بالذات الدول الخارجية بتقدر هذه الجهود لعودة قطر للحضن الخليجي مرة
أخرى، وتصير هذه المنطقة تغرد معا لخيرها وخير المنطقة العربية في العالم كله. هل هينجحوا في هذه الجهود؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل في فقرة الأخبار. خليكم معنا.